محلول المانيتول بنستخدمه في ايه وايه الحاجات اللي تاخد بالك منها وانت بتستخدمه؟ انا على احمد ودي حلقة جديدة على قناة اي جينوسولوجي، ويلا بينا نبدأ الحلقة. يلا بينا. رقم واحد، بيقلل الانتراكرينيال بريشر، بيقلل ضغط المخ، ولكن الاوزمولاريتي بتاعته عالية جدا، وعشان كده بيقدر انه يسحب اي اديمة او اي هيماتومة موجودة داخل الاسكال الجمجمة وينزلها في البول، وبالتالي بيقلل من الانتركرينيال بريشر الضغط داخل المخ. رقم 2، بيقلل من الانتراوكيولار بريشر، بيقلل ضغط العين في حالات حوادث المرور على الطرق لو مفيش عندك اي طرق تانية لعلاجها. 3، دايوريتك، مضر للبول، فبيزود اليورين اوتبوت لو لاحظت ان البول لسه قليل لازم تبلغ الدكتور اللي معاك، لان المانيتول هيتراكم وممكن يعمل لك اوفر اكسبنشن اوف اكسترا سيلولار ويدخل العيان بتاعك في الكونجستيف هارت فيلير ومشاكل تانية كتير. انا نصحتك وانت براحتك. ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها وانت بتستخدمه؟ رقم 1، اماونت، لما نيجي ندي للعيان محلول المانيتول بندي تقريبا 100 ملي بس عن طريق الوريد، وبتختلف النسبة دي على حسب وزن العيان، وممكن نزود عن 100 ملي بس ده على حسب الدكتور. 2، برين اديمة، لو هتديه يبقى تديه في خلال 20-30 دقيقة، لان اكتر من كده هيعمل برين اديمة مية في المخ. 3، هايبوتنشن، ما ينفعش تستعمله مع عيان عنده الضغط واقع اقل من 110/70 والسي في بي اقل من 8، والحالة كمان اوليجيوريا عندها كمية البول قليلة. 4، الكترولايت امبالانس، بيعمل خلل في العناصر المهمة للجسم زي الصوديوم والبوتاسيوم، وعشان كده لازم تكون متابع نسبتهم في العيان بقت كام دلوقتي. اخر حاجة، سيفير رينال امبيرمنت، ما ينفعش تستعمله مع عيان عنده كسور كلوي جديد. ركز معايا في التركيه دي، ما تعلقش محلول المانيتول للعين بتاعك لو لقيت شوايب بيضة، هتقدر طبعا تشوفها بعينك. ابلع ريقك وخد نفسك وفهمني انت تقصد ايه قبل ما اكلك على وشك. بس قال كده الازازه باظت؟ لا. طيب بترسب ليه؟ علشان فضلت فتره طويله ثابته في مكانها، فبلورات المانيتول بتترسب تحت في الازازه. طب اعمل ايه علشان الازازه تبقى رايقه؟ هتمسك الازازه وتدفيها وبعدها ترجها كويس وبس كده. ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة، ولو لسه جديد انزل اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تنزل تبص بصة على مصادر. اشوفك الحلقة الجاية بموضوع جديد. سلام.